خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الهند بنيودلهي، الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للارتقاء بعلاقاتها بالهند إلى الشراكة الاستراتيجية. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. زيلينسكي يؤكد حاجة بلاده لعدد كبير من الدبابات المتطورة لتعزيز دفاعاته، وموسكو تتعهد بتدمير الأسلحة الغربية في كييف. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ تربط مصر والهند، وتشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات. وجاءت زيارة الرئيس الحالية للهند كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندي لتوطيد ودعم تلك الروابط الوثيقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تناولت استعراض ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والدفاعية. وأشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي إلى أنه تم التأكيد على مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر. لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين، كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي. كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي، وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثمارات في مصر. وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة، من بينها التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والهند في عدة مجالات. ومن ناحية أخرى، اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة، من بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى، وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني. نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا الكرام. وفي سياق زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وفي إطار المؤتمر الصحفي، أضاف الرئيس أنه تم الاتفاق مع رئيس وزراء الهند على ضرورة تعزيز الروابط على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاتفاق تضمن أيضا تسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي.
اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والصلات على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين، وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبي البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لا سيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي. كما أكد الرئيس السيسي أنه تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، وذلك لتعميق التعاون في مجال الدفاع بما في ذلك التصنيع المشترك. قد كان التعاون في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات اليوم، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك. وحول مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في هذا المجال الحيوي. تناولنا أيضا السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، إذ أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد، وهي أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق فقد اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في ذلك المجال الحيوي، فلا تنمية بدون استقرار أمني. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاتفاق خلال جلسة المباحثات مع رئيس الوزراء الهندي على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، ووضع الآليات التنفيذية لخطة التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشار إلى أن المباحثات شهدت نقاشا حول الارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى المستوى الاستراتيجي. شهدت مباحثتنا اليوم نقاشا مفعما بالإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى المستوى الاستراتيجي، واتفقنا خلال الحوار الذي جرى اليوم مع دولة رئيس الوزراء على دورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، ووضع الآليات التنفيذية لخطة التعاون المشترك بين البلدين. We'll be right back.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي على ضرورة رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند. وأشار رئيس الوزراء الهندي خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه سيتم تطوير خطة طويلة الأمد وأكثر شمولا للتعاون مع مصر في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والعلمية. كما أشار رئيس وزراء الهند إلى أنه تم مناقشة كيفية تعديل سلاسل التوريد للأغذية وصناعة الدواء التي تضررت بسبب الأزمة الأوكرانية، فضلا عن ضرورة زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. وينضم إلينا من العاصمة الهندية نيودلهي موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. بعد التحية محمد، يعني ضعنا في تفاصيل ما شهده اليوم من محطات خلال زيارة الرئيس السيسي للهند، وما هو متوقع من لقاءات خلال الساعات القادمة. يعني خلال الساعات القادمة لا يتبقى إلا هناك عشاء رسمي يقام على شرف السيد الرئيس، وهناك اليوم الأبرز وهو الدعوة الرسمية التي تلقاها السيد الرئيس لحضور يوم الجمهورية كضيف شرف رئيسي في هذه الاحتفالية. لكن اليوم هو يوم فارق للغاية في تاريخ العلاقات المصرية الهندية. تم الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أرحب، وهو مستوى العلاقات الاستراتيجية. دعينا نتوقف أمام ما حدث اليوم وكيف هو فارق في تاريخ هذه العلاقات، وماذا يعني أن نرتقي بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي. معنا معالي السفير وائل حامد سفير مصر بالهند. أهلا بحضرتك معالي السفير. يعني هناك فرحة كبيرة لمسناها من الجانب الهندي لما تمخض عنه من لقاءات بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تمخض أيضا عنه من نتائج. في البداية، كيف يعني أن نصب العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وماذا يعني هذا؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة يعني أنت تفضلت شاكرا ووصفتها بلحظة فارقة في العلاقات ما بين البلدين، وده وصف دقيق. الحقيقة العلاقات ما بين مصر والهند طول عمرها علاقات عميقة ومتشعبة، ولكن عمرها ما وصلت لمرحلة التعاون الاستراتيجي أو الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها النهاردة خلال المؤتمر الصحفي. ماذا يعني المشاركة الاستراتيجية أو الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ تعني أن هناك العديد من المجالات التي نحن متفقون عليها أنها ستشكل الأساس، العمود الفقري لهذه العلاقات. ربما أولها العلاقة في المجال الدفاع والمجال الأمن بشكل عام، وتم الاتفاق النهاردة، ويمكن هيكون خير دليل على ذلك أن احنا بكرة خلال الاحتفال بعيد الجمهورية ستكون في كتيبة مصرية مشاركة جنبا إلى جنب مع في العرض العسكري اللي بتشارك فيه القوات الهندية، وده أكبر دليل على أن هناك فعلا علاقة حميمية جدا ما بين الجانبين في هذا الموضوع. النهاردة كذلك تم الحديث بين فخامة الرئيس ورئيس الوزراء الهندي على العديد من الموضوعات في العمود الثاني أو العمود الفقري الآخر في العلاقات الاستراتيجية، وهو المكون المتعلق بالتنسيق السياسي ما بين البلدين. وبنجد أن البلدين طول عمرهم في بينهم تنسيق سياسي، ويمكن السنة دي الهند وجهت أيضا الدعوة لمصر للمشاركة في مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية. ده معناه أن التنسيق ماشي على جميع المسارات، وهناك تقارب كبير في وجهات النظر في مختلف الموضوعات، سواء كانت موضوعات إقليمية أو موضوعات دولية. خصوصا وبيزداد أهمية هذا الموضوع في ضوء أن العالم كله بيشهد حالة من الاضطراب في المرحلة الحالية، فوقوف الدولتين مع بعض شيء مهم جدا لتوصيل صوت الدول النامية، سواء في الموضوعات الاقتصادية زي ما تكلمت في موضوع في إطار مجموعة العشرين، أو في المجال الثنائي في العلاقات الثنائية. الجزء الثالث من العلاقات الاستراتيجية ما بين بلدين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويمكن احنا خلال السنة اللي فاتت شفنا دفعة كبيرة جدا في هذه العلاقات بوصول حجم التجارة ما بين بلدين إلى مستوى إلى قمته، وصلنا تقريبا لحوالي 7.5 مليار دولار، ارتفاعا من 4 مليار دولار في العام اللي قبله. وده معناه ان حتى في ظل أزمة كورونا، حتى في ظل ظروف الأزمة الأوكرانية وما ترتب عنها من اضطراب في سلاسل الامداد، تمكنت الدولتان من ان هم يحققوا طفره كبيره جدا في العلاقات. وده معناه ان عندما تعود العلاقات الى الاوضاع الاقتصاديه الدوليه تعود الى سابق عهدها من استقرار، ونامل ان يتم هذا سريعا، العلاقات التجاريه ستشهد ازدهار كبير،
ولذلك السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي اليوم أعلنوا أن احنا سنسعى خلال الفترة القادمة أن احنا نحقق 12 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. في الاستثمارات كذلك، الاستثمارات شهدت طفرة كبيرة جدا خلال السنة اللي فاتت في مجالات متعددة. معالي سفير، يعني ما متطلبات مصر فيما يتعلق بدعم الغذاء وفي الداخل المصري، وهل من هناك من سلع غذائيه يمكن ان تكون ما بين الجانبين المصري والهندي، ان مصر تقدر تدعم الهند بالاسمده وفي مقابل استيراد القمح او ما الى ذلك؟ الحقيقه احنا تحدثنا في هذا الموضوع، تم الحديث في هذا الموضوع ما بين السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكان هناك توافق كبير جدا. السنه اللي فاتت في تحديدا في شهر ابريل تم اعتماد الهند كدوله منشا للقمح المصري، ولكن للاسف لم تشهد العلاقات التجاريه في هذا المجال طفره كبيره نتيجه حاله الجفاف التي اصابت الهند. نامل قريبا ان يتم رفع حظر التصدير عن القمح الهندي. للجانب الهندي اعرب عن اهتمامه كذلك باستيراد السماد المصري، لان ده بيحقق له برضه الباكج الكامل بتاع الامن الغذائي، لان الامن الغذائي ليس فقط انتاج ولكن ايضا كيف ان احنا ندعم هذا الانتاج ونطور هذا الانتاج ويستمر في الكثافه بتاعته المعتاده. اخيرا فندم، يعني دلالات دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور يوم الجمهوريه بالغد وملامح هذا الاحتفال لدى الجانب الهندي؟ لا، الدلالات كثيره الحقيقه، يعني يمكن ابرز هذه الدلالات ان يعني احنا دايما نتكلم على فتره الخمسينات والستينات ونتذكر دائما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي السابق جواهرلال نهرو، ونقول دايما دي يعني قمه ازدهار العلاقات ما بين البلدين، ولكن نتذكر دائما ان حتى في قمه العلاقات ما بين البلدين لم يتم توجيه دعوه الى رئيس جمهوريه مصر العربيه سابقا للمشاركه في يوم الجمهوريه. هذا يحدث هذا العام، وده يدل على ان هناك اهتمام كبير جدا، مش ان احنا نرجع لسابق عهد العلاقات بتاعت الخمسينات والستينات، لا، ان احنا نوصل لمرحله اكثر تطورا واكثر تلبيه لمتطلبات البلدين تتلائم مع المعطيات العصر الجديد، وبنسميها كما تم الاتفاق عليه بنسميها مرحله المشاركه الاستراتيجيه ما بين البلدين. شكرا جزيلا الشكر معالي سفير وائل حامد سفير مصر بالهند، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا. بالتأكيد زيارة هامة، ومثل ما أشرنا هي زيارة فارقة في تاريخ البلدين، وتعاون كبير سوف تشهده، زخم كبير سوف تشهده العلاقات الثنائية ما بين مصر والهند ما بعد الزيارة الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، والتي بنت على الزيارتين السابقتين التي أجرهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 و2015. ومن ثم ننتظر أن تدفع هذه الزيارة مثلما تم الإشارة إلى زيارة إلى آفاق أرحم ما بين الجانبين المصري والهندي. أعود إليكم من جديد. شكرا لك محمد عبد الله، موفد التلفزيون المصري لنيو دلهي. وينضم إلينا من العاصمة الهندية نيو دلهي موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. أهلا بك علاء. يعني زيارة مهمة تحمل تفاصيل كثيرة وزخما في الاتفاقيات وفي الشراكات، ضعنا في مشهد هذا اليوم وما يحمله من تعاون وشراكات على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا. أبدأ من حيث ما انتهى نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الساعة، استقبل السيد الرئيس منذ نحو الساعتين عدد من ممثلي رجال الأعمال وممثلي رؤساء مجالس إدارات 55 شركة هندية، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية، بمشاركة وزير التجارة والصناعة الهندي في حوار ممتد على طاولة مستديرة. استمر هذا اللقاء الهام لنحو الساعتين. عرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعراضا شاملا لمجمل العلاقات الاقتصادية التي ربطت مصر بالهند طوال السنوات والعقود الماضية، وصولا إلى الفترة الحالية التي تشهد زخما كبيرا في هذه العلاقات تحديدا. في هذا اللقاء استطلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رغبة الكثير من الشركات الهندية العاملة بالفعل في السوق المصرية، رغبتها في توسيع نشاطها وضخ مزيد من الاستثمارات، وأيضا استطلع رغبة عدد آخر من الشركات الهندية التي تسعى وتطمح إلى ضخ استثمارات إضافية في عدد
محدد من القطاعات الحيوية التي تشهد طفرة في مصر. نتحدث عن قطاعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الدوائية، صناعة الكيماويات والأسمدة، السياحة، المال والأعمال والبنوك، وأيضا تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كل هذه القطاعات والنشاطات كان لها ممثلين عبر هذه الشركات الهندية الكبرى التي تعمل في هذا المجال. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بهذه الرغبة وأكد تشجيع الدولة المصرية لكل مستثمر يسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات تعود بالنفع على الشعب المصري وكل الشعوب التي يعني تسعى إلى التعاون مع مصر في المجال الاقتصادي تحديدا. أيضا الشركات الهندية أعربت عن رغبتها في ضخ هذه الاستثمارات تحديدا في المنطقة الصناعية أو المنطقة الاقتصادية الحرة في محور قناة السويس، لما يعني سعت إليه الدولة المصرية مؤخرا إلى تنمية مناطقها الاقتصادية وتشجيع ضخ هذه الاستثمارات عبر حزم من الإجراءات التحفيزية والتشجيعية، صاحبتها حزم أيضا إصلاحية تشريعية. في هذا اللقاء الممتد كان قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والكيماويات، أيضا قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، طغت هذه القطاعات على أغلب المداخلات التي استمع إليها السيد الرئيس من رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، وخرج الحاضرون بنتيجة هي أن الزيارة الهامة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الأثناء ستمنح زخما كبيرا للعلاقات المصرية الهندية على الصعيد الاقتصادي تحديدا، وستسهم في رفع حجم التبادل الإخباري من 8 مليارات دولار إلى نحو 20 مليار دولار، كما أعرب لنا عدد من هؤلاء رجال الأعمال ورؤساء مجالس هذه الإدارات التي يلتقط بهم كاميرا التلفزيون المصري. الشق أيضا الثقافي وأيضا العسكري والسياسي كانت هذه الأصعدة محور لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدأها اليوم بلقاء مهم جمع سيادته برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي استقبل السيد الرئيس بمقر رئاسة الوزراء بقصر حيدر أباد. في المؤتمر الصحفي الذي تابعناه كانت هناك كلمة ترددت على لسان السيد الرئيس ولسان رئيس الوزراء الهندي، وهي ترفيع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين ليصبح على مستوى العلاقات الاستراتيجية، وهو ما يعني تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حيال كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، هذا على الصعيد السياسي الإقليمي والدولي، أو فيما يتعلق بالقطاع أو الشق الاقتصادي وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقا من هذا الزخم الذي منحته هذه الزيارة التاريخية للسيد الرئيس إلى الهند، وهي الزيارة الرسمية الثالثة من نوعها، زيارة تكتسب أهمية خاصة وأنها تأتي في ضوء دعوة السيد الرئيس لأن يكون ضيف الشرف الرئيسي للاحتفالات القومية الوطنية بمناسبة عيد الجمهورية الهندية، وهي سابقة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المصرية الهندية منذ تأسيسها في 50ات القرن الماضي. الشق الاقتصادي حاضرا وبقوة، وأيضا الشق الأمني والعسكري فيما يتعلق بتبادل الخبرات، بناء القدرات وتبادل المعلومات فيما يتعلق يعني هي زيارة تتعدد فيها الزوايا على ما بين سياسيا واقتصاديا وثقافيا وكذلك عسكريا، وهو أيضا زاوية مهمة في المباحثات وفي المؤتمر الصحفي. أشكرك جزيل الشكر على رشوان. وكان الرئيس السيسي قد عقد جلسة مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال احتفالات الهند بعيد يوم الجمهورية، مبديا اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في المجالات كافة واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين. هذا وصرح المتحدث باسم
باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، فضلا عن مناقشة مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات، خاصة على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تقدير بلاده للرئيس السيسي ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار في مصر، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها حاليا، مبديا تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات. وأشاد رئيس الوزراء الهندي بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، فضلا عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح. هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي توقيع عدد من الاتفاقيات بدار الضيافة الحكومية بقصر حيدر أباد بالعاصمة الهندية نيودلهي. وشملت الاتفاقية توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني والشباب والرياضة والإذاعة والثقافة. هذا وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيودلهي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، وذلك بمشاركة مسؤولين هنود على رأسهم وزير التجارة والصناعة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية، موضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، في مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس الذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى. وأوضح الرئيس السيسي أن الصمود والصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري مؤخرا في القطاعات التنموية المختلفة تعكس الإرادة القوية لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع كبار رجال الأعمال الهنود الذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر والتجديد في هذا الصدد على أهمية تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات الهندية الرائدة على تعزيز استثماراتها واستكشاف فرص جديدة للاستثمار. وأشاد رجال الأعمال الهنود بالإجراءات المصرية المتخذة لتسهيل عمل الشركات الهندية في مصر. كانت رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي. وخلال الاستقبال تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى حكومة وشعب الهند بمناسبة احتفال الهند بيوم الجمهورية، معربا عن تقديره الشديد لحفاوة الاستقبال والمشاركة في الاحتفالات هذا العام كضيف شرف، والتي تتزامن مع الذكرى 75 لتشييد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي كلمته عقب مراسم الاستقبال أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والهند كانت وما زالت راسخة، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تنظر بتقدير شديد للتجربة الهندية في تحقيق التنمية المستدامة. اسمحوا لي أقول لكم أن احنا من خلال هذه الزيارة نتطلع إلى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافة المجالات، وصولا إلى شراكة استراتيجية بين البلدين. Let me tell you that I expect throughout this visit that we take our bilateral level to a whole new horizon where we can reach the strategic relationship and partnership between our two countries
on all levels. ننظر بتقدير شديد واحترام شديد للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة وفي التطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الهندية العظيمة. We look with great esteem to the sustainable development experience of India and all the developments and accomplishments that the nation of India has achieved throughout the years. اسمحوا لي مرة تانية أن أنا أتقدم بالتهنئة بهذا الاحتفال يوم الجمهورية، وأتمنى للشعب الهندي والحكومة الهندية كل التقدم والازدهار والتوفيق. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية الهند في مجمع القصر الرئاسي بنيودلهي، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الهند بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد وزير الخارجية الهندي أن زيارة الرئيس السيسي ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصة في ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر. وعلى هامش مشاركته في احتفالات يوم الجمهورية الهندي، قام الرئيس السيسي بزيارة لضريح المهاتما غاندي، حيث وضع إقليلا من الزهور. وخلال الكلمة التي سجلها في سجل كبار الزوار، أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل، مؤكدا أنه شكل علامة فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وبانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية. وأكد الرئيس السيسي أن العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية، مشيرا إلى أن مصر تتمسك بهذه المبادئ السامية عبر مختلف العصور والأزمنة. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام. أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر والهند في شتى المجالات. جاء ذلك في لقاء خاص مع موفد التلفزيون المصري، حيث شدد الوزير على توافق الرؤى المشتركة بين البلدين تجاه القضايا الدولية. وجود إرادة سياسية لدى الطرفين بالارتقاء بالعلاقة جعلها أكثر إيجابية في إطار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتوسيع رقعة التعاون في كافة المجالات. العلاقات المصرية الهندية علاقات طويلة وراسخة، وهناك قدر كبير من التوافق والرؤى المشتركة فيما بينهما. ما وصلت إليه الهند من تقدم وتنمية مستدامة وقدرات المتوفرة في الهند تتوافق مع جهود مصر التنموية، وأن التعاون في هذا المجال الاقتصادي بالتأكيد يصب في مصلحة البلدين. ولكن هناك أيضا أطر سياسية عديدة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الدولي والتنسيق حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. عندما يتم ترفيع العلاقة، فعلاقات التواصل فيما بين الأجهزة الحكومية لدى البلدين يتم تكثيفها، وبالتالي يزداد التنسيق والعمل المشترك. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستضيف قيمة كبيرة لقمة مجموعة العشرين. وكانت قد تمت دعوة مصر لحضور اجتماعات القمة في الهند. عندما تشارك في اجتماعات الجي 20، وقد شاركت من قبل عندما تولت الصين هذه المسؤولية،
دائما تعبر عن صوت الدول النامية، عن متطلباتها، خصوصا خلال الأجواء الاقتصادية المتوترة الحالية، والهدف بأن يتم إيجاد الآليات الملائمة لتوفير الفرصة أمام الدول النامية لتحقيق التنمية، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك قضايا يتم تناولها في مجموعة الجي 20 كلها معنية بمنظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وبالتأكيد أنه صوت مصر والهند ودول مشاركة أخرى من العالم الدول البازغة مهم أن يكون واضح وأن يعبر عن متطلبات واحتياجات مجموعة الدول النامية. وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية لرجال الشرطة وأمهات الشهداء، وذلك بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة. وخلال تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أكدت قرينة الرئيس أننا نستلهم من ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة أسمى معاني العزة والفخر والشجاعة، مشيرة إلى أن أبطال الشرطة قدموا عبر التاريخ أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي استهل الاجتماع بتقديم التهنئة إلى جموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 من يناير، وكذلك تقديم التهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة، معربا عن اعتزاز الوطن وأبنائه بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والتقدير الكامل لتضحياتهم مع أشقائهم في القوات المسلحة من أجل الحفاظ على استقرار الوطن. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن مشاركة الرئيس كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندي تعزز مكانة مصر وثقلها المؤثر إقليميا ودوليا. كما أكد مدبولي أن قمة أبوظبي التي شارك فيها الرئيس السيسي منذ أيام كانت دليلا جديدا على حرص الزعماء العرب على التشاور والتنسيق للرؤى من منطق القناعة بأن التأثيرات الإقليمية والعالمية تعد تحديا مشتركا، وأن التعاون هو أساس عبور الأزمات. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتجول رئيس الوزراء في أروقة المعرض متفقدا عددا من أجنحة لمؤسسات وهيئات ودور النشر مشاركة في هذا المعرض، ومطلعا على ما يقدمه المعرض في دورته الحالية. أكد مدبولي على مواصلة دعم الدولة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لكون يعكس مكانة مصر ثقافية ولدورها في الدوائر العربية والإقليمية. رافق رئيس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين ووزيرة الثقافة الأردنية التي تمثل المملكة الأردنية الهاشمية، التي تحل ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض الذي ينطلق هذا العام بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر من 53 دولة، من بينها دول تشارك للمرة الأولى.
لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بك محمود. يعني تفاصيل كثيرة بدأها رئيس الوزراء اليوم في افتتاحه لمعرض القاهرة الدولي للكتابة في النسخة 54. ما هي التفاصيل؟ ما هي الأجواء؟ أيضا ماذا عن دور النشر والإقبال في معرض القاهرة الدولي للكتابة؟ تفضل. نعم، بعد التحية، هي انطلاقة قوية ومميزة هذه النسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. اليوم كان الافتتاح الرسمي يعني بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على أن يعني هناك مساندة ودعم من الدولة لهذا الحدث الثقافي الأبرز في مصر والوطن العربي والعالم، و أن الدولة تهتم بدعم القطاع الثقافي. كان الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة الأردنية وسفير الأردن في مصر، وهي ضيف شرف في هذه النسخة، وأيضا وزيرة الثقافة المصرية. هذا المعرض له انطلاقة قوية لأنه يعني هناك عدد كبير من دور النشر التي تشارك في هذه النسخة. نتحدث عن 1047 ناشر ودور نشر تشارك في هذا المعرض من 53 دولة، سواء عربية أو الأجنبية منها. فهناك تنوع كبير في دار النشر وفي الخدمات التي سيقدموها للزائرين. اليوم كان الافتتاح الرسمي، وغدا سيكون هو اليوم الأول لاستقبال الجمهور بدءا من 10 صباحا وحتى 9 مساء حتى يوم 6 فبراير القادم. إذا تحدثنا عن بعض التفاصيل الخاصة والمهمة داخل هذا المعرض، أولا المملكة الأردنية الهاشمية يعني تحل ضيف هذه النسخة، وكان لنا لقاء مع وزيرة الثقافة الأردنية التي أكدت على يعني أن هذه المكانة هي تدل على عمق العلاقات بين مصر والأردن، خاصة العلاقات الثقافية، وأكدت أنها بحثت مع وزيرة الثقافة المصرية تطوير الصناعة الثقافية خلال الفترة القادمة. تشارك المملكة الأردنية بما يقرب من 85 كاتب وشاعر من الإصدارات المختلفة والكتب المختلفة، وسيكون أيضا هناك بعض الفعاليات الثقافية والفنية للمملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة انعقاد المعرض. إذا تحدثنا أيضا عن بعض الأجنحة، نتحدث أنه لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تتواجد المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجناح خاص لها داخل هذا المعرض. هذا الجناح سيقدم بعض الخدمات للزوار التعريف بمبادرة حياة كريمة. سيكون هناك أيضا بعض ورش للأطفال، عبارة عن ورش حكي وأيضا المسرح والرسم والتلوين، وأيضا سيكون هناك يعني بعض المسابقات وبها جوائز للتعريف بمبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تقوم بها، بداية من بناء الإنسان والمشاريع الثقافية والتعليمية، مرورا يعني التعمير والبناء في قرى حياة كريمة المختلفة. أيضا هناك بعض الأجنحة الموجودة والهامة والتي تقدم خدمات مهمة لأول مرة. نتحدث عن أيضا جناح وزارة الدفاع الذي يعني يحكي ويقدم أيضا التراث العسكري، يقدم الشخصيات العسكرية الهامة وقادة أبطال حرب أكتوبر، وشخصية الجناح هذا العام هو المشير أحمد إسماعيل، أحد أبطال قادة حرب أكتوبر. نتحدث أيضا عن الإصدارات التي يعني تصدرها وزارة الدفاع فيما يتعلق عن أبرز البطولات يعني ل الجيش المصري. أيضا هناك جناح آخر وهو جناح وزارة الداخلية، نتحدث عن تقديم الخدمات للمواطنين، ليس فقط المناهج الدراسية أو الإصدارات التي تصدر عن أكاديمية الشرطة، ولكن أيضا بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة خاصة لذوي الهمم للاطلاع على الخدمات المقدمة الإلكترونية كالسجل المدني أو خدمات المرور أو تجديد الرخصة. كل هذه الخدمات يتيحها جناح وزارة الداخلية
الداخلية ويقدم التسهيلات لذوي الهمم لأيضا يعني عن طريق السماع أو الإشارة. هناك جناح آخر أيضا وهو جناح هيئة الرقابة الإدارية الذي يقدم إصدارات يعني تتحدث عن كيفية مكافحة الفساد، فبالتالي أيضا هناك بعض الفعاليات الثقافية التي ستبدأ من غدا الخميس حتى انتهاء هذا المعرض ليكون معرض القاهرة الدولي للكتاب رحلة ثقافية علمية وأيضا ترفيهية. سيكون هناك أيضا بعض الخصومات المقدمة في دار النشر، تتحدث عن أن مكتبة الإسكندرية تشارك أيضا، وقد حدثنا مدير مكتبة الإسكندرية أن هناك تخفيضات ل يعني الحصول على أكبر عدد من إصدارات المكتبة. بعض دور النشر تقدم التخفيضات الخاصة تبدأ من 20% وصولا إلى 30%، وبعض دور النشر تصل بها التخفيضات إلى 75%. سعر التذكرة للدخول بالنسبة للجمهور 5 جنيهات فقط لا غير. يمكن الحجز التذاكر من على موقع وزارة الثقافة أو الموقع الخاص ب معرض القاهرة الدولي للكتاب. أيضا الصفحة الرسمية لموقع القاهرة الدولي للكتاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للجمهور التعرف على البرنامج الثقافي والبرنامج الفني الذي سيكون خلال المعرض. أيضا المعرض هذا العام كرم أدباء وشعراء مصر بداية من الكاتب والشاعر الكبير صلاح جاهين بإطلاق اسمه على نسخة هذا المعرض، لأنه يتميز بالعامية المصرية، وهي ويعني العامية المصرية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر، ويرتكز عليها معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو يعني شخصية أدبية متعددة المواهب. نتحدث عن أنه رسام وصحفي وأيضا يعني شاعر، وأيضا معرض الأطفال الذي يعني أطلق عليه شخصية الكاتب طبعا كامل كيلاني، وهو يعني المشهور بالتوجه نحو الأطفال، وهو أول من خاطب الأطفال في الإذاعة. فبالتالي هناك يعني تفاصيل كثيرة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. أيضا وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أكدت على أن هناك مبادرة باسم الثقافة والفن للجميع. هذه المبادرة ستتيح بعض الكتب بأسعار مخفضة لكل المواطنين، بحيث كل الزائرين يحصلون على كل الكتب بأسعار يعني مناسبة. نعم. المعرض يحمل شعار نعم. على اسم مصر، يعني إقبال كبير من جانب المؤسسات والهيئات المختلفة للمشاركة في المعرض، وإقبال من قبل 53 دولة للمشاركة في هذا المعرض. حالة ثقافية ننتظرها كل عام. محمود جميل، قدمت لنا شرحا وافيا، أشكرك جزيل الشكر. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 675 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 266 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 45 طن. وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 181 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 23 طنا. وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 17 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 480 قضية، من بينها 189 قضية خبز نقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 356 طنا.
في الأزمة الأوكرانية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف، أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يجري أي محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي منذ سنوات. من جانبه قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إن إمداد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية استفزاز صارخ، مؤكدا أنها ستكون هدفا للقوات الروسية وستقوم بتدميرها. وتأتي هذه التصريحات تعليقا على التقارير الإعلامية الأمريكية التي تشير إلى أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن عن نقل 30 أو 50 دبابة أبرمها إلى كييف. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده في حاجة إلى عدد كبير من الدبابات المتطورة لتتمكن من تعزيز دفاعاتها وصد القوات الروسية. وأضاف الرئيس الأوكراني أنه يفعل كل ما هو ضروري يوميا لسد النقص في الدبابات، معربا عن شكره لكل من يدعم بلاده، لافتا إلى أن المناقشات يجب أن تنتهي بقرارات من شأنها التعزيز الحقيقي لدفاعات أوكرانيا ضد روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاط الأميرال غورشكوف اختبرت قدراتها الهجومية في المحيط الأطلسي. وأضافت الوزارة الروسية أن الفرقاط أجرت اختبارا على صواريخ زيركون الأسرع من الصوت، والتي يصل مداها إلى 900 كيلومتر باستخدام المحاكاة بالكمبيوتر. Боевая тревога. Ракетная атака. Стрельба по надводной цели гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Цель надводная номер 7. Объект поражения. Пилинг. تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية، ولكافة رجالها البواسل عيون الوطن الساهرة حفاظا على أمن واستقرار المواطن. وقال زين أن تلك الذكرى تجسد بطولات لرجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة في مواجهة العدوان، وستظل جيلا بعد جيل براسا نستلهم منه روح الفداء والتضحية من أجل وطن غال له رجال بواسل يواصلون تضحياتهم العظيمة ضد أي مخاطر، كما بعث بالتحية والتقدير والعرفان لأسر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعة التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية عن اعتزام الحكومة ببيع شركة مصر للطيران. أوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي شددت أن مصر للطيران شركة وطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال باعتبارها أحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي، مشيرة إلى تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. يظل يوسف شاهين واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما العربية، وتظل أعماله شاهدة على مجموعة من المحطات الفارقة في السينما المصرية. في 27 من يوليو عام 2008 رحل عن عالمنا يوسف شاهين، الذي يعد المخرج الوحيد الذي أرخ لسيرته في سلسلة من أفلامه. We'll be right back.
ختام نشرتنا إلى عناوينها. خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الهند بنيو دلهي، الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للارتقاء بعلاقاتها مع الهند إلى الشراكة الاستراتيجية. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها 54. زيلنسكي يؤكد حاجة بلاده لعدد كبير من الدبابات المتطورة لتعزيز دفاعاته، وموسكو تتعهد بتدمير الأسلحة الغربية في كييف. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. في أمان الله.